يوسف شوف انت ماشي بحال الدراري الاخرين انت انا ديما حصص ديالنا زايدين زايدين فهمتي كنت كلف براسي وكنت كلف بصاحبي اللي هو حاله صعب مني انا يوسف اول حاجه كبرت انا وياه في النادي ديالنا دخلنا صغار ودخلت هو النادي صغير الالعاب البارا اولمبيه هي الفرصه الوحيده ليا ولصحابي لانها كتغير لينا حياتنا وكنت يا غنى عامر المكتب الجامعي لا رجعة فيه والتفليس السيوري ما يبقاش يصح لا شنو واحد التفليس ما يصح رخصك ما تنزلش الا تعود ان شاء الله شدك شي تحولو قوة ماشي يبقى عندك ضعف